شوفوا ها شوفوا شوفوا هو وهذا بعد مرور سيارة الملك وعدد من السيارات المرافقة لها وأيضا الدراجات النارية. ينتبه إلى هذا المقذوف أحد الأشخاص. بحسب مصادر صحفية مغربية من بينها هاسبرس، فإن أجهزة الأمن المغربية ألقت القبض مباشرة على المشتبه به يوم الجمعة، لكنها لم تحدد هويته وأضافت أنه أودع أمس الاثنين في مستشفى الرازي للأمراض العقلية.